السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ومتابعات القناة العزيز الغني على قلبي، تحياتي لكم يا أغلى متابعين، شكرا لكم أحباب قلبي، تحياتي لكم خوتي خواتاتي المغاربة من هذا المنبر، الله يحفظكم. طبيعة الحال اليوم رجعنا نهضروا على الموضوع نتاع أي السيدة اللي خرجت لينا طلقني زوجي غدرني. المهم أخوتي، خرجت لينا بواحد اللايف وخرجت لينا بواحد لا فيديو قبل من اللايف، اشنو المحتوى نتاع هاد لا فيديو؟ قبل من ذلك اخوتي الله يعطيكم السر، الى ما قولوا لي قبل ما تخرج لينا بهاد لا فيديو تاع طلقني زوجي، لا فيديو اللي قبل منهم اش كان المحتوى ديالو؟ عشاء رومانسي انا وزوجي الغالي قرة عيني سندي، الله يحفظه ليا. أشوية أخوتي تتفاجئنا بهاد العجاجة اللي خرجت لينا بيها في قناتها، عيك عيك تلقني، عيك عيك غدرني، عيك عيك بي ياخد ليا بنتي، عيك عيك خلاني بلا مصروف اعتقوني. هادشي أخوتي اللي خرجت بيه ياك، يعني هنا الوقت اللي كانت تقول لينا بلا انا عايشه واحد الحياه ما بحالها حياه، متفاهمه انا وراجلي الغالي العزيز، راجلي الماليزي قلبه كبير تيبغيني وتيبغي بنياته، راجلي الماليزي ما نقول لكمش على العيشه المرتاحه اللي انا عايشه مع هذا الراجل هذا سندي وقرة عيني. غادي نجيو لهذا الشيء اللي كنتي تقولي لا فيديوهات اللي كنتي تبارطاجي معانا، وغادي نسولوك اليوم جايين حنا غير نسولوك اختي، ما ديريش منا قلة الصواب، انت اللي خرجتي حياتك للعلن وقلتي اللي طرك انك تخرجي بهاد لا فيديوهات، انك لقيتي كاع البيبان المسدوده في وجهك، ما لقيتي حتى شي حل غير انك تخرجي لسوشيال ميديا باش تدخلي الادسنس بالمشاكل العائليه، كاع اختي كاع سالولك كاع، حتى غتخرجي بالحياه ديالك والمشاكل ديالك للعالم، ما عليناش. المهم قلتي في لا فيديو اللي حطيتي الاخر ان كيف مشكله وما لقيتيش ليها الحل، ان بنتك بغات تدوز الامتحانات وعيطتي راجلك اللي هو الاب نتاع البنت ديالك وقلتي لي نبوس لك يديك ورجلك غير تعالى دوز مع بنتك هذا الامتحان هذا حيث محتاجه لك بنتك بطبيعه الحال، وما لقيتي حتى شي حل، وكما نصحتي اللي بغى تجوز شي اجنبي تكون عارفه اللغه اولا تاع هذيك الدوله عاد باش تقدر انها تجوج به، باش ما تحصلش في نفس المشكل اللي انت حاصله فيه دابا، انك ما قادرش تدوزي مع بنتك الامتحانات اللي عندها. الله اولا يفرحك بيها وينجحها ان شاء الله يا ربي، ويجبر خاطرك بيها يا ربي، امين، ويحفظ لك بنياتك ويحفظ جميع الوليدات لوالديهم ويفرحهم بيهم. هنا فاش كنتي تقولي لنا ان الراجل ديالك الماليزي راه قرة عينه هو بناته، عزازين عليه بناته بزاف وتيخاف عليهم من الهوى، قلبه وروحه هو بناته، وفينا واد المعزه هادي فينا هي اختي؟ يعني هنا واش انتي كنتي تكذبي علينا تتبارطاجي معانا الكذب؟ حيت الا عنده المشاكل عنده معاك انتي، كما قلتي انتي انه بغى يطلقك، ولكن اجاب واش دخل بنته في المشكل اللي عنده بينك معاك؟ شنو دخلها هي؟ الواجب عليه كأب انه يجي ويوقف مع بناته ويوقف مع بنته اللي عندها الامتحانات ويوقف مع بناته ويعطيهم المصاريف ديالهم كما يجب. هنا واش هو كنت تقول لنا عزازين عليه بناته؟ يعني ما غاديش يقدر يخلي بناته بلا مصروف، ما غاديش يقدر يخلي بناته في عز الازمه اللي محتاجه ليه عندها الامتحانات وانت ما عارفاش اللغه، ويخليها ما يجيش يدوز مع الامتحانات وانت تترجاي تعالى دوز الامتحانات مع بنتك، وقال لك لا لا بغيتي زعما ندوز مع الامتحانات صيفطيها ليا، وخرجت تقولي بغا ياخذ مني بنتي عاوتاني بهاد الكلام اللي عاوتاني تتكرر، بغا ياخذ مني بنتي. فاش كتبوا ليك في التعاليق سيري عند الجيران ديالك ودقي عليهم زعما هما يعاونوك ويساندوك يدوزوا الامتحان مع بنتك. اشنو خرجتي قلتي في اللايف؟ قلتي اللي كتبوا ليا في التعاليق بلا نمشي عند الجيران وندق عليهم، الماليزيين راه جدا حدوديين، راه ماشي بحال عندنا في المغرب اللي دقيتي عليه زعما
جارك دقيتي عليه غيقول لك مرحبا بك ونشرب واحد البريري تاع اتاي. وبالعكس حنا المغاربه الحمد لله تنعاونوا بعضياتنا، والجيران الحمد لله عندنا واحد الجوره زوينه، حتى الا ما كناش قادرين ان حنا نراجعوا مع وليداتنا ولاد الجيران تيراجعوا مع وليداتنا. الله يا ربي يحفظ لنا بلادنا ويحفظ المغاربه فين ما كانوا. قلتي انت هاد القضيه هادي، ايوا فين هما العمات نتاعهم؟ شتي كاع ما جبتي العائله ديالو في الموضوع، فين هما العمات ديالهم اللي كنتي تقولي عماتهم ونعمه والله يعمرها دار الويساتي وكذا وكذا؟ شتي كاع ما جبتيهم في الموضوع. عاود باش ديري هاد لا فيديو على قد هادشي، دخلي غير جوجل اختي ولا اليوتيوب وديري الترجمه وغادي دوزي الامتحان مع بنتك وها هي بخير وعلى خير. واي جاره حداك الا قلتي ليها الظروف ديالك وباش تتمري، راه الحبيبة ديالي راه غدوز لك الامتحانات مع بنتك، غتجي تفهميها غير اللغة. راه ما عندكش بالله، انتي واحد الأجنبية ما عارفاش اللغة الماليزية، راه غتفهمك وغدوز لك الامتحان مع بنتك. هذا كاع زعما تباني علينا راكي ذكية الحبيبة ديالي. نو 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 نو، عاود شنو قلتي في هذاك اللايف؟ قلتي انا حتى تسدوا الابواب في وجهي عاد خرجت بالمشاكل ديالي للعالم، حتى ما لقيت لا حنين ولا رحيم وانا في بلاد الغربه. ايوا انت من في بلاد الغربه وحالتك حاله ومحنه وما واقفين معاك حتى الوقفه وما خايضاش الحق ديالك والمصروف ديالك وديال بناتك. شنو مقعدك تما؟ قولي لي شنو مقعدك؟ ونهار قالوها لك في التعليق قلت لي معاك وعوك ما تقولوهاش، انا غادي نقعد في هذه البلاد السعيده وغنكبر بناتي في بلادهم. يعني انا من تنعيش واحد المعاناه مره في واحد البلاد، راه ما غاديش نقعد فيها بطبيعه الحال. علاش غنقعد فيها؟ شكون عندي باش غنقعد فيها؟ يعني انت اللي مشيتي على ود هو راجلك وتزوجتي تما، راه صافي كما قلتي انت غيطلقك، يعني شنو بقى لك تما؟ علاش غتحاربي؟ قلتي عاوتاني في هذاك اللايف انا ما خداماش والظروف ديالي زعما دابا صعيبه وانا ما خداماش، هو اللي كان خدام عليا هو السند ديالي. قلتي ما غاديش ننكر انه تورينا في يديك زعما، حيت انت ما كنتيش باينه في اللايف وتتعطينا زعما الاشارات. هو السند ديالي، هو اللي كان قايم بالواجبات نتاع الكيراء ونتاع المعيشه، هو اللي كان زعما تيصرف عليا وعلى بنياته، وانا مده 8 سنين ما خدامه ما ردامه. على الحبيبه ديالي شنو داير فيك من جميله؟ على هذا الشيء اللي كان داير فيك جميله ولا شي حاجه زايده على المألوف؟ وراه هو الراجل هو المسؤول عليك، الرجال قوامون على النساء بما نفقوا، فهمتيني؟ يعني مسؤول انه المسكن ديالك مسؤول عليه هو انتي وليداته، مسؤول على الماكله والشراب ديالك، مسؤول على الملبس ديالك، مسؤول على اي حاجه بغيتي في الحياه ديالك اليوميه هو مسؤول عليهم. زعما شنو داير لك انتي بزياده؟ شنو داير زعما هذا الراجل ما داروش الرجاله؟ عادي المصروف راه تيصرف عليك، ديون الكرا راه خلاه راك باقا فيهم ياك، ديون الكرا من بعد ما قلتي انتي فمك انه تخاصم معاك وخرجوا الشانطو باي باي بسلامة عليك، راه خلاك في ديون الكرا، راه ما كان داير لك دار ملك حتى بعد حنا وكحالت، الا تخاصمتي بعدا معاه راه باقا في دار الملك اللي كان داير لك بكتافه ابدا. قلتي انتي عاوتاني انك ما خداماش مدة 8 سنين، هو اللي كان قايم بالواجب نتاع المصروف عليك وعلى بنياته وعلى ديك القناة الحبيبة. علاش درتيها؟ درتي باش تشاركي معانا السعادة الزوجية اللي كنتي فيها مع راجلك، وراك درتيها باش يدخل لك مصاريف وتتصرفي منها. تي مالكي على هذا الشيء كله؟ ناري تي مالكي تتبغي تبيني لنا غير الواقع، والواقع راه حاجة وحدة أخرى. عاوتاني وحدة قالت لك ما تبكيش من المتتبعة ديالك كتبات لك ما تبكيش، وزعما علاش تتبكي وهذا؟ قلتي لا انا تنبكي، وعاوتاني زدتي بهذيك البكيه. سبحان الله العظيم تتكوني ماشيه عاديه ما فيك لا بكا لا والو، تتخرجي لنا بالبكيه الشهيره انا تنبكي حيت سمعت شي حاجه بقى فيا الحال، شي بقى فيا الحال عوض باش يدعيو ليك انك تجمعي انت وراجلك وتفوت زعما هاد الازمه نتاع الطلاق وهاد المشاكل اللي عندي معاه بخير وعلى خير. شي تعاليق تيدعيو زعما بحال بغاوني نطلق معاه. اويلح وحنا مالنا تطلقي ولا قعدي؟ يا قولي ليا على نهار بغيت تجوجي بيه حضرتينا شاورتينا قلتي لنا اش ندير، واش نتزوج ولا لا بيه، خطي الراي ديالنا. علاش بقى فيك الحال من التعاليق؟ ايوا انت اللي تتقولي هذا الراجل من تخاصم معاك كان عنده الفجر في الخصام. عرفتي شنو الانسان يكون عنده الفجر في الخصام؟ عرفتي شنو الانسان تحتاجو البنت ديالو، هذا الاب تحتاجو البنت ديالو باش يدوز معاه الامتحانات
وما يجيش يدوز مع الامتحانات. انت هادشي انت اللي تخرجي به، حنا ما حاضرينش ليه. عرفتي شنو انت ما تقولي؟ راه خلى بناته بلا مصروف، راه خلاك انت بلا مصروف، راه مشى وخلاك لا حني لا رحيم. اشنو غيقولوا لك الناس؟ غيقولوا لك لا الله يا ربي فوت هاد المشاكل بيناتكم على خير وترجعوا بخير وعلى خير. راه غيقولوا لك الناس بحال هذا، الله يهنيك منه. او لا ليش تفقعي من الواقع؟ ايوا هذا اللي ما حنش حتى في بنته انه يجي يدوز معاها الامتحان. هذا اب حنين اختي، ها هذا يبكيو عليه الناس. ولكن تنعرفوا الافلام المدبلجه بغير الواقع، راه بطبيعه الحال افلام الواقع راهما هادو. حنا ما شفنا هذا الراجل واش بصح مدابز معاك ولا قدم بك الطلاق. هاد العجاجه انت اللي نطي وقلتيها، وهاد الكلام انت اللي تخرجيه على لسانك عليه بلا راه ما جاش دوز مع بنته الامتحان. هنا بطبيعه الحال الناس غادي يقولوا لك هذا ماشي اب، هذا اللي ما حنش بنته انه يجي يدوز مع الامتحان. ما يستاهلش يكون ويتنادى بكلمه ابي، بكلمه بابا، بكلمه با، حيت ما يستاهلهاش. كيفاش انا غادي نخلي بنتي هذا الفجر كاع غيكون عندي انا في الخصام، مخاصم مع مرتي هذاك يعني حياتنا الخاصه مع مرتي، ولكن ما ندخلش حياتي الخاصه مع مرتي في المشاكل، ندخل وليداتي او لا خوتي. قلت انا شي حاجه غلط؟ يعني هنا علاش انتي تيبقى فيك الحال من تعاليق وتقولي لا خصهم يدعيوا ليا انني رجع مع راجلي، راه مهما كان سندي وتيصرف عليا. ايوا قولي الله يحفظ لك المتتبعين، قولي الله يحفظ لك خوتك وخواتاتك المغاربه اللي خلاو قناتك فيها مشاهدات وخلاو لك داخل لك الادسنس. هاد الشي اللي تقولي ماشي لا لا كان تيصرف عليا. وشنو داير فيك من جميل؟ ها قولي ليا شنو دار غير المعتاد؟ نكررها لك، راه الراجل هو هذا، لا تزوج المراه يقد بيها صافي، لا تزوج المراه يقد بيها، والزواج راه فيه مسؤوليه وفيه وليدات ولا حول.